أهلا بكم في حلقة جديدة من الرياض، ونتابع مستجدات المشهد السعودي والخليجي. وفيه إيران فاقد السلام لا يعطيه، السعودية رسائل تضامن باكستانية. من الرياض مع حمد المحمود. فور رفع العقوبات عنها، تحدثت إيران عن انخراط في المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب ووقف تمدده، إرهاب طالما اتهمت هي بتغذيته عن طريق التدخلات السافرة في شؤون دول المنطقة، وباستخدام أذرعها لتصدير الفوضى ومسببات التوتر الطائفي. إرهاب لدى طهران تعريف مختلف له، مع تأكيدها مواصلة دعم أنصارها في المنطقة بعيدا عن رفع العقوبات الغربية عنها. أرحب بضيفي في هذه الحلقة هنا في برنامج من الرياض. معي في الاستوديو الباحث في الشؤون الإيرانية الدكتور محمد السلمي، وأيضا الكاتب والباحث السياسي الدكتور نايف الفراج. ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. أبدأ معك هذا الحديث دكتور نايف، يعني إيران فاقد السلام لا يعطيه، كيف ترى المشهد الدولي وليس فقط الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحب أشكركم على هذه الاستضافة، وأتمنى أن أقدم أنا وزميلي الدكتور محمد ما في فائدة للجميع. بالنسبة لإيران، إيران طبعا كما تعلم أستاذ حمد، إيران دولة ثيوقراطية قائمة، أو يحكمها مجموعة من الملالي، يقودهم مرشد أعلى. هذا المرشد وهؤلاء الملالي يعني يحاولون يعني ممارسة السلطة القمعية تجاه شعبهم. كما نعلم أن الفكر الفارسي في الأساس يعني قائم على الحقد والانتقام في صدورهم من العرب والمسلمين. هم يعتقدون، وهذه حقيقة ثابتة الحقيقة، أنه يعتقدون أن العرب هم السبب الأساسي في إزالة الإمبراطورية الفارسية منذ الأزل، يعني من موقعة ذي قار الشهيرة الحقيقة. لذلك هم يعني يهدفون أو يحاولون تحقيق هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو تصدير الثورة، الهدف الثاني اللي هو يحاولون التغيير الديموغرافي داخل المناطق المحيطة من خلال جر الناس للتشيع. يعني باختصار، إيران الفارسية دائما تحاول أن يعني تحاول في مختلف عصورها أن تسعى للزعامة الإقليمية من خلال اللعب بالورقة الطائفية لدغدغة مشاعر يعني الأقليات، واستخدامهم كقرابين يعني لأطماعها التوسعية، بمعنى يعني تستخدم هذه الأذرع لمصالحها الشخصية. بالضبط. طيب دكتور محمد، اليوم أو فور رفع العقوبات عن إيران، تحدثت عن أنها ستنخرط في المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، ستوقف تمدده، كيف ترى هذا التصريح؟ أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. لا شك أن إيران حاولت أن تخدع العالم بتصريحاتها الجميلة اللماعة، سواء من قبل الرئيس روحاني منذ الحقيقة الحملة الانتخابية في 2013، ثم بعد ذلك بعد انتخابه، وكذلك ذراعها الدبلوماسي محمد جواد ظريف دائما ما يكرر قضية الانفتاح على المنطقة وعلى الدول العربية والتعاون بين إيران ودول الجوار العربي وبشكل أو محورها الجغرافي، إلا أن الواقع غير ذلك تماما. يعني عندما نرى إيران نجد أن التدخلات الإيرانية في عصر ما يسمى بالحكومة المعتدلة بين المزدوجين أصبح أكثر من سابقه في عهد الأصوليين، سواء أحمد النجاد أو قبل ذلك. وبالتالي لا رئيس روحاني ولا وزير خارجية يستطيع تغيير التوجه السياسي للنظام الإيراني الثوري الذي لا زال في محوره الثوري، وليس كنظام دولة يقوم على عمل مؤسسات وانخراط في المجتمع الدولي. كل هذه محاولات الآن، سواء حتى ما شاهدنا في اليومين الماضيين من قضية التناغم مع أمريكا وقضية إطلاق سراح السجناء الأمريكيين الأربعة وهم جميعهم من أصول إيرانية كانوا يعملون في إيران في المجال الإعلامي والصحفي، كل ذلك محاولة للظهور بأنها انخرطت وأنها في العالم وفي المجتمع الدولي وأنها سوف تخرج من عزلتها وسوف تغير من سلوكها. لكن عندما نشاهد اليوم تصريح على سبيل المثال الرئيس روحاني اللي هو المؤتمر الصحفي بعد إعلان رفع العقوبات، واضح أن إيران لم تغير من سلوكها. أيضا قبل يومين أو ثلاثة أيام اعترف النظام الإيراني صراحة عبر قائد الحارس الثوري
الفريق الجزائري أن إيران دربت أكثر من 200,000 مسلح في المنطقة، سواء في اليمن، في سوريا، في العراق، في باكستان وأفغانستان، وهذا دليل أن إيران لا زالت مستمرة في تدخلاتها ولا زالت تمارس بطشها السياسي والعسكري والميليشي في المنطقة. نعم. أيضا دكتور نايف، الآن الإرهاب يعني لطالما ما اتهمت فيه وتورطت فيه إيران في الفترات السابقة، إن صح التعبير، فترة العقوبات والحظر على إيران. الآن بعد رفع العقوبات والحظر، ما الذي سيمكن يعني أن تعمله إيران أكثر مما عملته في السابق؟ أعتقد أن إيران يعني لها تاريخ طويل مع الإرهاب، وحتى الجمهوريين الآن في الحزب الجمهوري في أمريكا كانوا لهم ردة فعل قوية تجاه الاتفاق النووي، كانوا يعتبرون إيران بالنسبة لهم يعني الدعم الرئيسي، الدعم الأول للإرهاب في المنطقة. فلذلك إيران دائما يعني سياستها ثابتة، دائما ما تنشر الفوضى والعبث في 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 المنطقة. الحقيقة أنه إيران دائما الملاحظ أو المتبع للسياسة الإيرانية يلاحظ أنه إيران دائما ما تدعم دولة بأكملها، إيران دائما تختار فصيل، تختار حزب، تختار عنصر داخل دولة وتدعم ذلك الحزب أو العنصر من أجل يعني واستخدامه كورقة للضغط على السلطة السياسية داخل تلك الدولة. إيران دائما شوف دائما تخذل يعني هؤلاء الأتباع. بعطيك مثال طول عمر بشكل سريع. إيران طبعا طلبت من شيعة من الشيعة في البحرين الوقوف ضد الحكومة والثورة ضد والثورة أو الوقوف ضد الحكومة، وتدخل درع الجزيرة في البحرين وأخمد تلك الثورة ولم تحرك إيران ساكن. إيران برضو في نفس الوقت يعني طلبت من الحوثيين في اليمن الانقلاب على السلطة الشرعية، سلطة هادي. امتلأت الوديان والشوارع في اليمن بجثة الحوثيين، لم تعترف حتى إيران بالانقلاب، يعني لم تعترف رسميا بالانقلاب بانقلاب الحوثيين. إيران طبعا طلبت من حزب الله تدخل في الحرب السورية، وخسر حزب الله أضعاف ما خسره في حربه مع إسرائيل، ولم تحرك إيران ساكن. يعني باختصار أقدر أقول أنه من باع وطنه لإيران باعت له إيران الوهم. نعم. دكتور محمد، تحدث قبل قليل عن حديث أو مؤتمر روحاني. الملاحظ أيضا في مؤتمر روحاني اليوم تحدث كثيرا عن السعودية وكأنها الند للند لإيران، تحدثت قرابة 13 مرة عن السعودية في هذا المؤتمر. لماذا السعودية بالذات؟ ما الذي تعنيه السعودية لروحاني تحديدا حتى يتحدث بهذا الكم؟ شاءت إيران أو أبت هي تنظر للسعودية، أو قالتها أو لم تقل، هي تنظر للسعودية على أنها المنافس الأقوى في المنطقة، وهو الذي أو هذه الدول هي التي تقف في وجه المشروع الإيراني. وأثبت الواقع وما نعيشه الآن، سواء عاصفة الحزم أو ما بعد ذلك من التحالف العسكري الإسلامي، أن المملكة العربية السعودية هي الدولة طبعا بتحالفاتها مع دول، سواء دول الخليج العربي أو الدول العربية والإسلامية، ولكن المملكة هي التي تقود هذه الدول والمنطقة في وجه المشروع الإيراني. وبذلك يعني تجد أن إيران هي التي تنظر للمملكة العربية السعودية على أنها المهدد الأساسي لمشروعها ومحاولة تقويض هذا المشروع والوقوف وجهه وإعادة إيران للداخل. يعني نجد قبل قرابة الشهر عندما أعلنت المملكة العربية السعودية الميزانية العامة للدولة، وهو أمر شأن داخلي بحت لا علاقة لأي دولة في العالم به، نجد أن الرئيس الإيراني بعد أقل من نصف ساعة يعلق على الميزانية السعودية. يعني انظر، رئيس دولة يعلق على شأن داخلي بحت لا علاقة لإيران له. إيران أيضا تجد في أن المملكة العربية السعودية هي القوة التي تقود العالم الإسلامي، وتحاول دائما تتحرش في هذه القيادة أو في هذا في قيادتها في الموقع التي تحتله المملكة العربية السعودية، سواء في قلوب المسلمين أو المنطقة في العرب. وبالتالي هي دائما ما تحاول تلعب على جانبين، أولا تشويه صورة المملكة العربية السعودية أمام دول المنطقة والعالم، وتحاول أن تلصق فيها الإرهاب، هذا من جانب. والجانب الثاني تحاول أن تعزل المملكة عن دول المنطقة. وبالتالي يعني عندما قامت بعض الدول العربية بقطع علاقاتها مع إيران، أصبحت تهاجم هذه الدول وأنها تابعة للسعودية، أما بقية الدول العربية فهي لا تتبع للمملكة ولا تسمع لصوتها، وروجت لأن السعودية
أخطأت في موقفها السياسي والدبلوماسي، وأن دول المنطقة العربية التي لم تقطع علاقاتها مع إيران أو تتخذ خطوات سواء تخفيض الامتياز الدبلوماسي أو سحب علاقات السفراء هي بصف إيران، وبالتالي هي تحاول أن تلعب على قضية فرق تسد وتحاول أن تعزل المنطقة. طب هل هي بذلك دكتور يعني عفوا المقاطعة تذكي الطائفية بهذه التصرفات؟ لا شك أن إيران دولة طائفية دستورية، الكل يعرف ذلك، هذا ربما من الأشياء التي دائما ما نكررها وهي معروفة للجميع. إيران في مادة 12 من الدستور هي تقول أن دولة إسلامية 12 من ولاية الفقيه، وهذه مادة غير قابلة للتغيير إطلاقا إلى أن يرث الله الأرض من عليها أو ينهار النظام الثيوقراطي في إيران. وبالتالي فهي دولة طائفية لديها مشروع سياسي، والمشروع السياسي قائم قبل الثورة وبعدها، ولكن هي التي تعمل الآن على الجانب الطائفي، تحاول أن تشحن الجانب الطائفي في المنطقة، هي التي تغذي هذا الجانب، هي التي تحاول أن تثير النعرات عندما تتحدث سواء في البحرين، في سوريا، في اليمن، في العراق. هي دائما ما تركز على الشيء، عندما تدخلت في الشأن السعودي البحث، عندما تم إعدام الإرهابي نمر إلى إضافة إلى 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 46 إرهابي آخر، تدخلت بجانب مذهبي بحت، ليس دفاعا عن الشيعة وليس حبا في الشيعة بقدر ما هو خدمة لمشروعها السياسي، ولكنها تستغل هذا الجانب الطائفي لخدمة هذا المشروع السياسي في المنطقة. وأكبر مثال الأحواز العربية وما تعرض له داخل وأذربيجان قبل ذلك، عندما إيران دعمت أرمينيا وهي مسيحية ضد أذربيجان التي بين 85% إلى 90% من المواطنين أو من الشعب الآذري من الشيعة الاثنى عشرية أيضا. نعم. بالمناسبة عفوا أستاذ، يعني ذكر الدكتور محمد نقطة مهمة اللي هي أذربيجان. أنا من هنا يعني أتأمل من الدول العربية أن توسع في علاقاتها مع أذربيجان لأسباب لو تكرمت. أذربيجان طبعا دولة يتوقع أنها تكون لها دور مؤثر في آسيا الوسطى. أذربيجان غنية جدا بالنفط والغاز الطبيعي. أذربيجان غنية جدا بالموارد الطبيعية في الممتدة على بحر قزوين. أذربيجان يعني لها حدود مشتركة طويلة مع إيران، وفي خصومة تاريخية أرض برضو مع إيران، تخشى إيران دائما من الخصومة أن يستغلوا هذه الخصومة للتأثير على الأمن القومي الإيراني. نعم. طيب دكتور نايف، الآن هل يعني مع كل ما يحدث وما تحدثتم به الآن، هل نستطيع القول بأن تعريف الإرهاب لدى إيران مختلف عن المتعارف يعني في العالم أجمع؟ والله شوف يا طول العمر، طبعا دائما المؤامرة الخبيثة تحاك في الخفاء. أنا أعتقد في نقطة مهمة، أعتقد أنه أمريكا دائما تريد إطلاق هي تقود الإرهاب في المنطقة إذا كانت تبحث أو تريد إطلاق يد إيران في المنطقة. طبعا السعودية تنبهت مبكرا للخطر الملعوب الذي يحاك ضدها من الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي. طبعا فلم تقف متبرجة، بل يعني فاجأت العالم باتفاق نووي سلمي مع روسيا، فاجأت العالم بالاتحاد الإسلامي العسكري، يعني حاربت برضو بالضبط، حاربت الحوثيين وقطعت التمدد الإيراني على الحدود الجنوبية السعودية. فالسعودية منتبهة جدا لهذا، وأثبتت أن السعودية أنها دولة فعلا فاعلة ومؤثرة ومحورية في المنطقة. نعم، ولكن هل لإيران، أعود وأسأل مرة أخرى، تعريف مختلف للإرهاب حينما تكون يعني أفعال إيران مختلفة تماما عما تتحدث به؟ هي إيران طبعا إيران أكبر دولة داعمة للإرهاب، إيران إرهابية بشكل كبير. يعني ما علاقة إيران عندما تتدخل، شوف لاحظ، ما علاقة إيران عندما تتدخل في قضية مواطن سعودي يعني يتخذ بحقه عقوبة ما مثلا، لكن ما علاقتها، ليش تتدخل في مواطن بين قوسين سعودي؟ يعني فتدخلاتها يعني طالت الأشياء صغيرة وكبيرة في المنطقة، فلذلك ضاقت الدول منها ذرعا. فتنبهت لكثير من الدول ورؤساء المملكة، تنبهت لهذا الخطر الملعوب من 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 الجانب الإيراني. الأذرع الإيرانية دكتور محمد التي تستخدمها في المناطق العربية كافة، سواء كان يعني قص عليها اليمن، العراق، سوريا وأمور كثيرة، هل لهذه الأذرع تصنيف معين لدى إيران حينما تدعم هذه الأقليات وهذه الأذرع وبعض الشخصيات الرمزية في هذه الدول؟ إيران تستخدم هذه الكروت حتى تحترق ثم تتخلص منها أو تتخلى عنها. هدف إيران هو دائما زراعة يعني خلايا نائمة أو يقظة، أذرع سياسية أو أذرع عسكرية في المنطقة العربية لحتى تستغلها دائما ضد الأنظمة والحكومات في المنطقة. هذه السياسة الإيرانية بدأت من الثمانينيات عندما تم
زرع حزب الله في لبنان وبعد ذلك بعض الميليشياتها في العراق ثم في اليمن والبحرين وسوريا الآن على يعني واضحة جدا، وبالتالي هي الهدف هدفها الأساسي هو يعني إثارة القلاقل والمشاكل وقضية يعني عدم تحقق الاستقرار في هذه الدول، لأن إيران غير مستقرة في الداخل، هي تحاول أن تصدر مشاكلها ومشكلاتها إلى الخارج حتى تتقي المشاكل الداخلية، وبالتالي تجعل ذاتها دائما في الظهور، يعني هي تلعب دائما على الجانب الإعلامي بشكل كبير جدا، يعني مسخرة آلتها الإعلامية لخدمة هذا المشروع، وبالتالي تجدها حتى وصلت عندما ما حدث لإبراهيم زكزاكي في نيجيريا، حاولت أن تعمل حملة قوية ضد نيجيريا وضد المملكة العربية السعودية، وأن السعودية هي التي من أثارت نيجيريا ضد جماعة زكزاكي المسلحة الإرهابية التي حاولت اغتيال قائد الأمن في 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 نيجيريا. بالتالي إيران هي هدفها الأساسي هو إشعال المنطقة، تحاول أن تلعب دور في هذه المنطقة، وأيضا هي رسالة للداخل الإيراني بأن المنطقة، عندما نتحدث عن إيران هي تلعب بهذه الرسالة أن المنطقة ودول المنطقة تستهدفنا في الداخل، وبالتالي لا يكون هناك أي مطالب سواء حقوقية أو سياسية أو حقوق الإنسان أو مشاركات سياسية ضد يعني الداخل الإيراني. أيضا نقطة في أقل من دقيقة فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، كل من يقف ضد المشروع الإيراني فهو إرهابي من وجهة نظرها، ورأينا ذلك في اليمن، أسمت يعني المقاومة الشعبية داعش، سمت الثوار السوريين داعش، سمتهم في البحرين داعش، النظام تسمي داعش، في العراق، في سوريا، في كل مكان تحاول أن تصور هؤلاء بأنهم دواعش لأنهم يقفون في مشروعه، وبالتالي يلعب داعش على هذا الجانب أن إيران تعترف أنها نحاربها، وأيضا إيران تلعب على أنها تحارب الإرهاب، بالتالي لا إيران ولا داعش لا أعداء لبعض إطلاقا. طيب دكتور نافع، مع كل ما يحدث لماذا إيران تخشى المواجهة؟ لماذا دائما تحرص على الحرب بالوكالة؟ إيران طبعا دائما شوف، إيران ما يردعها للقوة، القوة فقط القوة، يعني حرصت على الحرب الوكالة في اليمن، في إيران، عفوا، في سوريا، في العراق، في كذا، ولا يعني ولا وتتخلى عنهم بسهولة، يعني لما يسقط هذا الحليف على طول تتخلى عنهم بسهولة. شوف الحوثيين الآن تخلت عنهم بسهولة، اعترفت حتى بالانقلاب اللي حدث في اليمن، تخلت عن حزب الله في سوريا، تخلت عن ما يسمى بالفاطميون والزينبيون الأفغان والباكستان في الحرب السورية. هي دائما كذا لا تواجه، هي ما يخيف إيران دائما المواجهة المباشرة. لكن في نقطة مهمة، يعني من الأشياء الغريبة في الاتفاق اللي حصل اليوم أمس، الاتفاق النووي أو أنه رفع العقوبات عن إيران، يعني شوف لاحظ أنه يعني مجرد أنه ظنت أمريكا أنه صدام حسين يخفي أسلحة دمار شامل، غزت العراق وأعدمت الرئيس صدام حسين، بينما توصلت إلى اتفاق نووي مع إيران رغم قناعتها الكاملة بامتلاكها لأسلحة نووية. إذا يبقى السؤال دكتور محمد، العلاقة ما بين أمريكا وإيران، الظاهر غير الباطن. نعم، عندما تم يعني انتخاب الرئيس أوباما، الإيرانيون رددوا مقولة جميلة، قالوا أوباما، ترجمتها بالفارسية أو هي أوباما، أي هو معنا. الآن يبدو أن الترجمة هذه ربما أوباما، أما الإيرانيين كان عندهم يعني هذا المصطلح فارسي، هذا هو ترجم أوباما، قسموه إلى ثلاث أقسام، أو بمعنى هو، با بمعنى معنا، مع، وما بمعنى نحن، فهو معنا أو معنا، وبالتالي هو يبدو أنهم بشكل أو بآخر أثروا على 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 أو قرأوا التوجهات أوباما تجاه إيران، وبالتالي لعبوا على هذا الجانب. الآن يبدو أن العلاقات مع أمريكا هي في تحسن، اليوم الرئيس أوباما تحدث، قال أن هناك شراكة، يعني ربما خرجت من المصطلح، حاول فيما بعد ذلك تلافيه، لكن قال هناك شراكة مع إيران لخدمة الأمن القومي الإيراني الأمريكي. هذا مصطلح كيف يمكن يخدم يعني الأمن؟ يبدو أن نعم، يبدو أن هناك الآن شيفتينج في أو تغير في التوازنات لدى الغرب ولدى أمريكا في قضية التوازنات في المنطقة. إيران تحاول الآن أن تتقرب من الغرب، الغرب يحاول أن يعرف إيران على أنها دولة قد يمكن يعني دمجها في المجتمع
المجتمع الدولي وقد تلعب دورا في قضية ما يدور في المنطقة من 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 يعني من تقلبات والصراعات. ربما هناك توجهات جديدة لانسحاب أمريكي من المنطقة وبالتالي تحاول أن تعمل قضية التوازن. لذلك وجدنا مسرحية أنا أسميها بين المزوجين مسرحية الخطف الجنود الأمريكيين، وتوقعت أن سيطلق سراحهم مباشرة وسيتم مدح إيران على أنها لاعب إقليمي وأنها تلعب على الجانب الدبلوماسي وتتفهم العلاقات الدولية وتراعي ذلك. أيضا ما حدث اليوم في العراق من ثلاثة سوف يتكرر من جديد. أعتقد حتى شعار الموت لأمريكا سيتحول الحب لأمريكا. نعم، أختم معك بثلاثين ثانية دكتور نايف عن الإرهاب الاقتصادي إن صح التعبير، ما تمارسه إيران من دعم مادي في السابق، الآن بعد رفع الحصار والعقوبات 400 مليون دولار إضافة إلى فوائد بمليار و300 مليون دولار. أعتقد أنه يعني راح ننتظر ونرى كيف حيبدو الثراء الذي حصلت عليه إيران في الأيام القادمة. إيران طبعا ستمكن الشركات الأمريكية من التجارة والتعامل مع إيران. ستحصل إيران على نحو 50 مليار دولار من العائدات النفطية المجمدة في الدول الأجنبية. أعتقد أنه ستتحسن الحالة الاقتصادية لإيران، لكن نعم. النقطة المهمة أنه تكف إيران أذاها عن الآخرين في المنطقة. شكرا لك ضيفي الدكتور نايف الفراج الكاتب والباحث السياسي، وأيضا الشكر يمتد إلى ضيفي الباحث في الشؤون الإيرانية الدكتور محمد السرمي، فشكرا لكم. الله يحييك.